السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم في استوديو الإخبارية. خيوط ثوب الليل من أحزاني، اليتم حاك نسيجه فكساني، اليتم أبدلني الحنان قساوة، والحب مذبوح على وجداني. مشاهدين الكرام، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بإصبعيه أو كما ورد في الحديث. فأما اليتيم فلا تقهر، الشمس التي تشرق كل يوم تذكره بمرارة الفقد ولوعة الوجد، وتشير بوضوح للفضاء الفارغ من حوله. طفل يدس عينيه خلف يديه الصغيرتين حرجا وخوفا من نظرات لا ترحم، يكبر وفي قلبه الاحتياج، ويلمع في عينيه الأسى من آثار وجع الفقد. ليس بحاجة لنظرات الشفقة أو التعاطف مع ألمه، بل يكمن احتياجه في أن نشعر به ونحتويه. أبواه اللذان غادراه إلى الموت وتركاه يصارع البقاء في لجة الحياة الواسعة وحده، بقلب يرتجف ونظرات لا تهدأ، ضائع ما بين مجتمع يظلمه بأعرافه وتقاليده البائسة، وبين خدمات لا تتفهم احتياجاته. ها هو يقف وحده بثغر باسم وعينين لامعتين، يمد لنا يده باستجداء، فكيف لا نستمع إلى ندائه؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أرحب بكم وضيوفي في هذه الليلة سعادة الدكتور عبد الرحمن السويلم، عضو مجلس الشورى وعضو الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في مدينة الرياض، والمشرف العام على المؤتمر السعودي الثاني لرعاية الأيتام. أهلا بك دكتور. حياكم الله أستاذ عثمان، شاكر لك تلبية الدعوة. أيضا ضيفنا الآخر الأستاذ صالح اليوسف، مدير عام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام في الرياض. أستاذ صالح حياك الله. الله يحييك، شاكر لكم تلبية الدعوة. خليني أدخل معكم وأعطي فرصة بداية، يمكن قد يكون بحكم يمكن مقاربتكم وملامستكم دائمة في قضية رعاية الأيتام ضمن جهات خيرية أو غيرها، أنه قد يكون عندكم تعليق على ما قد كان في المقدمة من تقرير له علاقة بسلوك مجتمع، بأن النظرة التي دائما تنظر بأنها نظرة يعني زي ما يقولوا بالعامية كسر الخواطر يعني. فأبدأ معك دكتور، عندك توجه نحو هذه الفكرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا الحقيقة يجب أن لا يعني ننكر بأن اليتم هي يعني حالة من حالات الضعف، أي بمعنى أنه الإنسان فقد شيء عزيز عليه اللي يعني به يعطيه أكثر شيء الحنان والرعاية والاهتمام. فطبعا بالتأكيد أنه عند فقد العزيز سوف تكون يعني يعني جرح في نفس الإنسان، خصوصا إذا كان الموضوع عند الطفل. ولذلك الإسلام اهتم بهذا المعنى وحذر الناس في الاهتمام بالأيتام وأعطاهم حقوق، وأعطاه حقوق الأيتام حقوقهم. يسألونك عن اليتامى قل إصلاحهم لهم خير وأن تخالطوهم فإخوانكم. الحقيقة يعني هي واقع، لكن الآن نبدأ كيف نعالج الواقع.
إذا إحنا نشعر أنه نشعره بأنه مجروح ومنكسر الخاطر وأنه متأثر وأنه هذه، فستبقى الجراح مؤثرة في نفسها وقد تكون حتى مؤثرة على سلوكياته. لكن إحنا يعني من الواجب أنه يجب أن ننسيه هذا الشيء بالبدائل، بدائل يعني العاطفة والحنان والمساهمة وإيجاد له الأجواء التي يستطيع أن يتجاوز فيها هذه المرحلة. فإذا نحن نحاول أن نوجد له دائما التفكير البديل. إذا خليناه يفكر دائما في ما فقده فحيصير عنده يمكن مع الزمن شيء من العقد أو يعمق، لكن إحنا إذا وجدنا عنده البدائل الأخرى في التفكير والسلوكيات والطموحات والمتغيرات طبعا الإنسان ينسى، فلا بد أن تهيئ له هذه الظروف. نعم أستاذ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في البداية أشكركم على يعني طرح مثل هذا الموضوع، وخاصة في هذه الأيام وفي هذا الشهر الذي يحتفل فيها العالم العربي بيوم اليتيم العربي كما أقر في مجلس الوزراء قبل تقريبا 10 أعوام. لكن ما يتعلق بالتقرير الذي عرض قبل قليل وطلبك أن نعلق عليه، في الواقع أن اليتم هو حالة، بمعنى أنه قد يكون يعاني من اليتم من هو يعني ليس بيتيم، من أبواه على قيد الحياة. فلا شك أن الإعلام سلاح ذو حدين، وما يعرض في الإعلام أيضا إما أن يكون مؤثر إيجابي أو سلبي على هذا اليتيم. وبالتالي في جمعية إنسان تنبهنا لهذا الدور الكبير للإعلام، فلا تجد حقيقة كل ما يعرض في جمعية إنسان إلا والأبناء مبتسمين منشرحين بأحسن لبس وأزهى لبس، وبالتالي نجد كثير من الأبناء لا يواجه حرج عندما يتقدم لأي برنامج إعلامي ويقول أنا من أبناء إنسان. والعكس صحيح، لو صورنا هذا الطفل أنه منكسر وأمام القبر يبكي ودمعته نازلة فسيشعر بالنقص. فهذا ما نريد حقيقة من إعلامنا، أن يكون يعني عون لهؤلاء الأبناء حتى يتجاوزوا هذه المرحلة من اليوم. طيب ببدأ معك بالسؤال هذا وأرجع فيه للدكتور. يعني ذكرتم بملخص الحديث بأنه اليتم سنة من سنن الله الفطرية في الحياة. نعم. وبالتالي يتكلم عنه حتى الشريعة، وما كفل الله سبحانه وتعالى لكافر اليتيم من أجر كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف بأنه يعني واقع لا مفر منه. لكن نعم. قضية التعاطي، وتتذكر جانب إيجابي في قضية الدفع الإيجابي، لكن أنت تتكلم عن مجتمع عنده مزال، أنت تتكلم عن النظرة الإيجابية اللي تبغى تزرعها عند اليتيم، لكن إحنا نبغى نتكلم عن الجانب اللي نحرك فيه جانب المجتمع اللي عنده مشكلة أصلا في التعاطي في هذا الجانب. يعني تفضلت ذكرت هناك أيتام وأبواهم على قيد الحياة بسلوك وبمعاملة، فبالتالي في الجانب هذا ما ترى أنه قد يحتاج الإعلام أحيانا أنه يطرق الخطين الجانبين مع بعض؟ هو بلا شك الإعلام يعني مطالب أنه يوضح الصورة بشكل واقع. أنا ذكرت لك تجربة حية في جمعية إنسان، عندما ذكرنا عندما يعني صورنا هذا الطفل وهو مبتسم وفرح ويلعب ألعاب مسرور، أبشرك أنه في نمو في الإيرادات. يعني لم نصور في أي سنة من السنوات في أي رسالة إعلامية طفل يبكي عند القبر، أو طفل بائس أو ذو ثياب الرثة. وما زادنا هذا إلا قناعة لدى المجتمع، المجتمع اقتنع أنه هذا هو اليتيم السعودي الذي يجب أن يكون بهذا الشكل وبهذه الصورة. نعم أتفق معك أنه الإعلام يحتاج إلى تحريك العواطف، لكن أنا أخشى أن يؤثر هذا سلبا على اليتيم نفسه الذي يحصل على هذه الإعانة. ما تظن يا دكتور عبد الرحمن بأنه ممكن في مرحلة من مراحل مجتمعنا بعض الأحيان، مجتمع ليس ملائكي، لكن قد تكون المجتمعات في سلوكياتها نوع من الاتكالية عندما ترى بأنه هناك أقوام تدو يعني جهات تقوم بأدوارها بشكل جيد، فبالتالي يبدأ على الأقل مشاركته الاجتماعية والمسؤولية تخف بأنه والله أمورهم طيبة ما أحتاج أن يتفاعل وتشارك، وننسيها أصلا فكرة اليتيم بالتالي بالصورة اللي كان يذكر الأستاذ صالح. أنا أعتقد أن هذا رسالتكم هي قضية الثقافة المجتمعية، كيف يعني نغيرها سواء نظرته نحو اليتيم وكيف يتعامل معه، سواء نحو المؤسسات القائمة بهذا الموضوع، سواء المهم أنه كيف نفعل يعني كيف نوجد ثقافة لتفعيل المجتمع. ما دوري أنا؟ أنا عضو فاعل في المجتمع، ما دوري نحو هذه القضايا؟ أي قضية
يعني سواء مرورية سواء سلوكية سواء يعني في المجتمع من نظافة كذلك. أنا كدوري يعني لا أكون سلبي أنتظر هذا الموضوع. أنا أعتقد أنه هذا محتاج إلى عدة أشياء. أول شيء محتاج إلى أنه نبي نعرف السؤال اللي طرحته على الأخ صالح، نبي نعرف نعمل دراسات كيف هي نظرة المجتمع على شرائح متعددة، يعني سواء متعلمة أقل تعليم، الرجال النساء المستويات العمر إلى آخره. ثم بعد ذلك نحدد من هي الفئات التي نحتاج أن نوجه إليها الرسائل حتى نغير هذه المفاهيم. هل هناك إحصائية أو دراسة بحكم يعني نظرة المجتمع؟ أتكلم عن مؤتمر مقبل، يفترض أنه جانب أكاديمي وفيه كثير من المتخصصين والباحثين. أنا لا عندي يعني ما عندي خلفية عن أن هناك دراسات اجتماعية تحدد نظرة المجتمع بمستويات مختلفة، ويعني مثل اللي احنا قاعدين نطرحه، لكن أنا بعتقد أنه هذه من الأشياء التي سوف تبحث في المؤتمر. حتى وزارة الشؤون ما في شيء خاص بوزارة الشؤون الاجتماعية؟ يمكن الأخ صالح إذا كان عنده. أنا دراسة الماجستير عندي هي في اليتم وفي الخجل الاجتماعي عند الأيتام. فالدراسة أولا أثبتت أنه يوجد خجل اجتماعي عند الأيتام، والخجل زي ما ذكرت هو منشأه من المجتمع الخارجي المحيط بهذا اليتيم. لكن ليست المشكلة في اليتيم نفسه، إنما المشكلة في المجتمع الخارجي بالتأكيد. ولعل يعني مثل الصور هذه تزرع الخجل لدى اليتيم. فبعد ما يعني أثبتت أن هناك خجل اجتماعي، وضعت برنامج لعلاج هذا الخجل الاجتماعي. من أهم وسائل وأسباب العلاج هي تكثيف الدور الإعلامي لدى المجتمع. يجب أن نصحح المفاهيم القائمة عند المجتمع، نصحح المفهوم السائد عند الأيتام أن اليتم ليس عيبا. دائما نزرع عند أبنائنا أنه النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر كان يتيما وما ضره ذلك. معظم القادة، معظم الآن العظمة، معظم حتى رجال الأعمال هنا في المملكة العربية السعودية كانوا أيتاما. نزرع مثل هذه النماذج لعلها تغير. وفي المقابل المجتمع نفسه يجب أن يعني نقنعه إنه هذا اليتيم أيضا ليس مشكلة مجتمع. اليتيم هذا هو عضو يعني من أبناء المجتمع، له ما عليه من الحقوق والواجبات. فلعلنا إن شاء الله مثل الحلقات هذا نزرع لدى الأفراد إنه هذا اليتيم يجب أن يعني يعامل كإنسان. وبالتالي جمعية إنسان عندما يعني رمزت لنفسها باسم إنسان، حتى لا نشعر اليتيم بهذا الخجل، ونقنع المتبرع ورجل الأعمال بأنه يجب أن يتم التعامل مع هذا الإنسان على أنه إنسان له كرامته. لذلك تجد حتى ما يقدم من برامج الجمعية دائما لدينا مبدأ في حفظ كرامة هذا الطفل. لذلك نعتز حقيقة بأن الجمعية تقدم برامجها ونفقاتها بطريقة جدا منظمة. تصورنا نعطي الأم بطاقات، هذه البطاقة تذهب لمحلات متفق معها مسبقا وتشتري ما تشاء، تتبضع من المواد الغذائية والملابس دون الحاجة لمراجعة الجمعية. كما هو معلوم وسائد عند كثير من الناس أن الجمعيات توزع الأرزاق وتوزع الملابس مناولة بالأيدي، أما الجمعية ولله الحمد فهي توزعها عن طريق بطاقات مسبقة الدفع. وبفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا الأسلوب، حازت على يعني تقدير دولي. في الكويت لديهم برنامج طموح لتكريم الجمعيات الرائدة، وكرمت جمعية إنسان بفضل الله ثم بفضل هذا الأسلوب كأفضل جمعية على مستوى العالم الإسلامي في حفظ كرامة هذا الطفل اليتيم. دكتور عبد الرحمن، احنا يعني الشهادة لله يعني أنه إذا الشيء الجيد يذكر فيشكر، صح. ما تقوم فيه جمعية إنسان. لكن السؤال الذي قد يكون لدى البعض بأنه إحنا عندنا أكثر من جمعية في المملكة، ونموذج إنسان هذا الناجح هل هو منطبق بحكم اطلاعك ومتابعتك على بقية الجمعيات بنفس الطريقة، بنفس الدور، بنفس ما يقدم، بنفس حتى الصورة النمطية التي تشتغل عليها الجمعية في حفظ كرامة الطفل وتوعية وزرع القيم فيه؟ يعني أنا أعتقد أنه في جمعية تكافل في مكة وجمعية رعاية الأيتام في المدينة يعملون يعني ببرامج متشابهة تماما مع جمعية إنسان، واستفادوا واستفدنا من عندهم الحقيقة من خلال لقاءاتنا معهم في المؤتمر السابق الأول، استفادوا من تجاربنا واستفدنا إحنا الحقيقة من خبراتهم في هذا المجال.
ويعني لم تعد هذه المسائل من الأمور الصعبة أو هذه، وإنما هي عملية مثل ما تفضل أخي صالح بأنه الحفاظ على كرامة الأسرة اليتيمة أو الأرامل أو حتى الأيتام كيف يحصلون على المساعدات هذه. أنا بس كنت يعني حبيت أن أقول أنه هذا المؤتمر سوف نركز فيه على الاهتمام بنظرة المجتمع نحو دوره نحو اليتيم، بمعنى آخر ليس للتنويه موعد المؤتمر عشان المشاهدين. المؤتمر إن شاء الله حيكون الافتتاح يوم الثلاثاء القادم اللي هو 29 جماد الثاني، وأعمال المؤتمر في أول اليوم الأول ويوم الثاني من رجب سوف يكون في طبعا موقع في جامعة نورة، وطبعا هناك في موقع للرجال وفي موقع للنساء، وحيكون هناك في فعاليات مصاحبة للمؤتمر منها ورشة عمل أو ورش عمل بالأحرى 6 ورش عمل، وحيكون في معرض مصاحب لهذا المؤتمر، وسوف يكون هناك توقيع مذكرات تفاهم لتبرعات أو طيب الدعوة اللي تبغى توجهها للمؤتمر دعوة مفتوحة يعني للعامة؟ نعم. كل من رغب الحضور يستطيع. والله أنا أعتقد أنه دعوة لأنها لمن يستطيع أن يحضر أهلا وسهلا، ولكن العاملين في مجال دراسات وبحوث حول الأيتام خصوصا الدراسات الأكاديميين يعني الأكاديمية النواحي الاجتماعية، وكذلك الجمعيات الخيرية والجمعيات التي تعنى بالطفولة والاهتمام بالطفولة والاهتمام بالأم والأرامل. نحن الحقيقة نريد أن نفعل المجتمع بشرائحه المتعددة. أحيانا قد يكون الدلع الخل كفاعلة، قد لا يكون يعني إنسان يستطيع أن يقدم شيء لكن يستطيع أن يوصل الرسالة ويوصل الكلمة لهذا الشيء. هي دعوة للتعرف على ما تقوم به جمعيتهم إنسان، جمعية يفخر بها كل مسلم بما أنها كان وكل مسلم الحقيقة أنها تقدم خدمات، وليتعرف على إحنا محتاجين للشفافية. إحنا في هذا المؤتمر سوف نطرح كذلك قضية الجودة، ومن الجودة الشفافية. ونحن يعني نفخر بأننا حصلنا على جائزة يعني الشفافية أو السعفة للشفافية في المملكة العربية السعودية، وهذا يؤكد على أنه يعني طريقة عملنا يعني نرجو أنها تكون هي مثال في الشفافية مشيئة الله. نعم أستاذ صالح، في ذكرت وتفضل ذكرت بأنه فيه إقبال جيد، تعاطي جيد من قبل المجتمع، بدأ يتنور بشكل أفضل في التعاطي مع هذه القضية، قضية اليتيم. لكن في المقابل ما زال هناك كثير وكثير جدا، يعني خلينا نقول لك في أسوأ الحالات بأنه يعني لا سلبا ولا إيجابا في هذه القضية. من المجتمع، والبعض يعلق بقضية الدور الرسمي من الجهات الرسمية في 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 هذا الجانب، أتكلم عن الوزارة والجهات الرسمية ودور الرسمية بعيدا عن الجمعيات الخيرية مثل جمعية رعاية الأيتام إنسان. الآن أنت المفارقة اللي عندكم عن القطاع الرسمي، إيش هي المفارقة كقطاع أهلي؟ هو في الواقع الـ في أي بلد في العالم حتى في الدول المتقدمة يوجد جمعيات وتسمى جمعيات المجتمع المدني، ويوجد جهود للدولة لخدمة الفقراء والمحتاجين، وهذه الجهود في خطين متوازيين لا يتقاطع أبدا، لا يتقاطع جهود هذه الجمعيات مع جهود الدولة. الدولة الآن تقوم بجهود من خلال الضمان الاجتماعي، من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية ما يقدم لدى الفقراء والمحتاجين، من خلال أيضا بعض الصناديق الخيرية التي تقوم ضمن نشاطات الوزارة، وهناك جمعيات خيرية تقوم بجهد مساند لهذه الفئات المحتاجة. فهناك يعني زكوات وتبرعات من أهل الخير تقدم لهذه الجمعيات. إذن جهود هذه الجمعيات هي جهود خيرية يقوم بها الأهالي لخدمة هذه الفئات المحتاجة، لا يتعارض ولا يتقاطع مع جهود الدولة. طيب دكتور عبد الرحمن، في سؤال ما قدرت اتجاوزه وحاولت اني اتجاوزه، يعني يمكن حتى بقناعه من الفكره تطرحونها بانه الدعم الايجابي في قضيه اليتيم، لكن للاسف معاشه في مجتمعنا، وانه نظره اليتيم ما ينظر له بانه فقد ابويه فقدا، بانه اشكاليه قضيه اسقاط قضيه اللقيط في هذا الموضوع، ولذلك يرى بانه اليتيم عاده كان في مرحله يمكن كانت قويه يمكن بدات تخف، لكن بانه معنى كلمه يتيم في جهات رسميه او في جهات مؤسسات خيريه بانه معناه اللقطاء.
كانت تنظر بهذا الشكل عند المجتمع. لأنه يرى أنه لو فقد أبوي يمكن عنده عم خال جماعة عزوة قريب إيه. فبالتالي الإشكالية هذه يعني من أول طبعا كان اليتيم ولا زال اليتيم يرعى من أسرته ومن أهله ومن عمامه وخواله ويعني وإخوانه يعني أحيانا فالأسرة كل ما كانت مترابطة لا يشعر الحقيقة يعني أفرادها بهذه الجراح العميقة لأنه في من يتكفل فيهم. نظرة المجتمع الحقيقة لأنه الإنسان عدو ما جهل أولا. الشيء الثاني إحنا عندنا الإعلام ما قاعد يعني يسلط بشكل واضح تمام يعني على خصوصا فاقد الأبوين عن خدماتهم عن أعدادهم. في بعض الناس يتخيلون إحنا عندنا نرى أكثر من 41 ألف يتيم هذا في إنسان بس؟ هذا في إنسان في منطقة الرياض فقط 41 ألف يتيم وأرملة. فنحن في الحقيقة لكن عدد الأيتام الفاقدين الأبوين لا يتعدون يعني أعدادهم من المئات وأقل. فهذه واحدة. الشيء الثاني طبعا طريقة الخدمات والنظرة إليها هؤلاء يختلفون تماما عن الأيتام. نحن نرعى الأيتام والأرامل فاقد الوالد اللي فقد ولده المعيل المعيل اي نعم وهو كذلك المحتاج ولا بعض في ناس لا ياتون لانهم في وضع يعني يستطيعون ان يتعايشوا مع في واقعهم. فنحن الحقيقه يعني خدماتنا وتجاربنا وعطائنا لهؤلاء الذين فقدوا والدهم. وطبعا نقدم لهم من الخدمات اللي تفضل فيها الدكتور الاستاذ صالح سواء كانت الرعايه او المتطلبات الحياتيه وكذلك الناحيه التعليميه وكذلك النفسيه والتربويه والرياضيه ومن النادي اللي عندنا نادي الايتام. فهناك انشطه كثيره جدا ونهتم كثيرا في العاملين مع العاملين ننتقيهم انتقاء. العاملين نعمل لهم برامج مكثفة عندنا دورات تدريبية مستمرة لإعطائهم المعلومة عن يعني عن كيفية التعامل ونستفيد من خبراتهم لأنهم هم من الواقع يأتون لنا بانطباعات وتجارب ونستطيع أن نساعدهم في حلها. طيب. فالحقيقة أنا أعتقد أنه لابد من يعني توضيح هذه الصورة. وأنا أشاركك أنه بعض الناس يظن أنه اليتيم هو من فقد أبويه والحقيقة هو ليس هذا وإنما هناك نوعين. طيب. وإحنا قلنا أنه ما زال هناك للأسف في مجتمعنا في أيتام يعني الأب والأم موجودين وهم عايشين وكل التاريخ عايشين يعني قضية اليتم عموما. زميلتنا سارة مساء الخير أقوال الصحف في ما يختص بهذا الموضوع لهذه الليلة. مساء النور عثمان، أهلا بكم مشاهدي استوديو الإخبارية إلى قراءتنا الصحفية حيث نسلط الضوء على أبرز ما كتبته الصحف حول اليتيم لبنة من لبنات المجتمع. البداية مع صحيفة اليوم حيث ذكر لنا الكاتب خالد الملا في مقاله إن لرعاية اليتيم فضلا كبير في الدين الإسلامي، فقد قال الله عز وجل اليتيم فلا تقهر، وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. فليستشعر كل منا هذا الفضل العظيم الذي أهدى أو أهدى لكل كافل يتيم، كما أن اليتيم جزء من المجتمع وبالتالي فإن للمجتمع دورا كبيرا في حياته، فإما أن يكون محتضنا داعما له أو يكون عائقا وحجر عثرة أمامه. كما ذكرت لنا صحيفة عكاظ تحت عنوان أيتام بلون البشرة، لم يتوقع أحد الأيتام في الرياض أن لون بشرته الأسمر سيضاعف من حالة يتمه، إذ وجد نفسه مضطرا للبقاء في دار الرعاية لأجل غير مسمى، لأن كل من يريد الظفر بيتيم لتربيته ومرافقته في الحياة الأسرية للأسف ينظر إلى لون البشرة، وتعكس هذه الحالة المرارة التي يعيش فيها بعض الأيتام داخل الدور، وهم ينظرون إلى رفقائهم وقد رحلوا إلى أسر بديلة، فيما هم مضطرون للبقاء إلى أجل غير مسمى في ظل النقص الواضح لرغبة الأسر ذوي البشرة السمراء من الإقبال على احتضان الأيتام.
ننتقل إلى صحيفة الشرق، خبر بعنوان مسؤول حقوق الإنسان بمكة المكرمة مستوى دور الإيواء غير مرض وهناك ضعف في أداء الشؤون الاجتماعية. كشف مسؤول جمعية حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة دكتور حسين الشريف أن الجمعية ركزت مؤخرا على متابعة دور الإيواء في المملكة بشتى أنواعها، سواء التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية أو التابعة لجمعيات الخيرية، وترتبط بالشؤون الاجتماعية إشرافيا. وقد وجدت الجمعية تفاوتا بين هذا الدور في المستوى، وعليه فإن تقييم الجمعية يتباين بحسب ذلك. في صحيفة اليوم خبر تحت عنوان الأيتام، المراكز الاجتماعية معاناة لا تنتهي، خلف الجدران تعيش مجموعة من الشباب الذين حرموا عطف الآباء وحنان الأمهات، يحلمون ويتقون إلى غد مشرق، ظروف الحياة رمتهم في مراكز تحاول أن توفر لهم الرعاية البديلة، يقولون نحتاج للتوظيف والتدريب، شعارهم أهلني قبل أن تتركني في بحر متلاطم نجهل صعوبته وقسوته وجبروته، فالحياة تحولت إلى مادة رفعت من قدر الريال قبل الرجال. وإلى صحيفة الجزيرة خبر بعنوان الأيتام والمعاقون ونظرة حانية يا وزارة الشؤون الاجتماعية، كتب زميلنا الدكتور محمد الخازم في جريدة الجزيرة عن المشاكل المتعلقة بمراكز التأهيل الخاصة بالمعاقين ورعايتهم بالتحديد قبل 15 عاما، وما زال الوضع على ما هو عليه في أوضاع المراكز من الناحية الصحية. من تلك الأخطاء ما جاء في جريدة الشرق من أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نزاهة أوفدت فريقا إلى مؤسسة رعاية الأيتام في منطقة البوادي بجدة لتفقد أحوال المؤسسة ورصد ما به من قصور. وفي نفس الجريدة وفي نفس التاريخ نشرت الجريدة صورتين تظهران سوء معاملة النزلاء في مركز التأهيل التابع لمحافظة وادي الدواسر. تصور إحدى الصورتين عاملين يضربان نزيلا ملقى على الأرض، والصورة الأخرى تصور نزيلا مربوطا بساتر حديدي. نختتم صحفنا لهذه الليلة بصحيفة الشرق الأوسط بعنوان إقبال واسع من الأسر السعودية على احتضان الأيتام والشؤون الاجتماعية تلجأ للتدوير. قبل سنوات عدة مضت كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تشتكي من قلة عدد الأسر الراغبة في احتضان الأيتام، لكن يبدو أن الأمور انعكست اليوم، حيث تكشف لطيفة التميمي مديرة عام الإشراف الاجتماعي النسائي في المنطقة الشرقية على أن جموعا كبيرة من الأسر السعودية تسجل حاليا على قوائم الانتظار وتقف طوابير طويلة تنتظر طلبها في حضانة الأيتام، قائلة أصبح الطلب أكثر من العرض والراغبون في الاحتضان أكثر من عدد الأيتام أنفسهم. مشاهدينا كان هذا كل ما لدينا في جولتنا الصحفية لهذا اليوم، عودة إلى الزميل عثمان وضيوفه الكرام. يعطيك العافية، شكرا لك سارة. اهلا بكم مره اخرى استاذ صالح. انا شخصيا من الاشخاص اللي كنت اتوقع انه لما اتكلم عن جمعيه انسان انه عندها دور خاصه بالرعايه، تفاجات بانه هو مؤسسه خيريه اهليه او جمعيه خيريه اهليه رعايه الايتام في التنظيم، ما عندكم دار. وحقيقة في كل لقاء نوضح أنه يوجد خلط ما بين الأيتام الطبيعيين ما فقدوا آبائهم وبين الأيتام مجهول الأبوين. فالمصطلح الذي ذكرته قبل قليل حقيقة صدر في توجيه من وزارة الشؤون الاجتماعية، وأنا أثني على هذا التوجيه بتسميتهم ذوي الظروف الخاصة مجهول الأبوين. هذه الفئة ألحقت بالأيتام شرعا، ولا في الأصل هم ليسوا أيتاما، لكنهم وجدوا بهذه الحياة بلا أهل بلا أم بلا أب، وبالتالي هم أشد يعني حاجة من الأيتام. لكن ما أود توضيحه أنه هذه الفئة تقوم على رعايتها وزارة شؤون اجتماعية من خلال نمطين من أنماط رعاية الأيتام، إما في دور إيواء أو ما يسمى بالملاجئ أو دور التربية، هذه تتبع بالجهات الرسمية، تتبع وزارة شؤون اجتماعية. وفي بعض الجمعيات أعتقد في جمعية مكة للأيتام يوجد لديها بعض الدور. الجانب الثاني من رعاية هؤلاء الأيتام عن طريق الأسر الحاضنة أو ما يسمى بالأسر البديلة، وهذا كما ذكر في الخبر الأخير أنه الآن الحمد لله الطلب أكثر من الموجود من الأيتام. وهذا يعني حقيقة بشرى خير أنه مجتمعنا السعودي يفخر أنه يريد أن يكفل يحتضن ولا يجد الأيتام. كما ذكر أيضا معالي الدكتور عبد الرحمن أنه الأيتام ذوي الظروف الخاصة هم أقل بالعدد من حيث الأيتام الطبيعيين.
قد لا نملك الرقم الحقيقي لأن هذا الرقم موجود لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، لكن ما ذكرته حقيقة من أنه هؤلاء يحملون هم ومعاناة نتفق معك تماما، ويجب حقيقة أن تقام عدة حلقات لتوعية المجتمع بأن هذه الفئة هم الأحوج، هم الأجدر بالرعاية، لكن ولله الحمد والمنة الدولة تقوم بجهود مشكورة من خلال وزارة الشؤون الاجتماعية كما ذكرت، إما في دور ودور الحضانة تنقسم إلى ثلاث أقسام، إما في الحضانة في من سن الولادة حتى سن السابع سبع سنوات، ومن سبع سنوات في دور التربية ينتقل الطفل يدارس مع دار التربية حتى سن الرابع عشر، ثم ينتقل إلى ما يسمى بمؤسسة التربية النموذجية. بالنسبة للبنات تستمر الرعاية حتى سن الزواج، تقدم لهم حقيقة رعاية مثالية فيما يتعلق بالدعم المادي، وأنا لست مخول عن الحديث عن هذه الجهود، هي جهود تشكر وتذكر لدى وزارة الشؤون الاجتماعية. أما ما يتعلق بأيتام جمعية إنسان، هم الأيتام الطبيعيين الذين فقدوا أباءهم. طيب أعطيك العافية دكتور عبد الرحمن، ما ذكر الأستاذ صالح في مجمله صحيح، لكن البعض يرى بأنه ما زالت على الأقل الجهات الرسمية، وهو مجمل الحديث دائما عن القطاعات الحكومية، مستوى الأداء ليس يعني كالمتطوع أو الراغب، يعني لما يحس أنه يقدم العمل كفرض عين عليه أنه عمل يؤديه يختلف عن من هو راغب ومتطوع، فأنه لذلك يكون مستوى حتى الرعاية أو المتابعة يمكن تحصل بعض الأخطاء والأحداث واللي قاعد نطالعها في الصحف فترة ماضية. هذا صحيح لا شك. طبعا احنا حديثنا الآن عن جمعية إنسان والجمعية الخيرية، لكن ما تقدمه وزارة الشؤون الاجتماعية الحقيقة جهد يشكر ويبذل جهد في هذا المجال، لكن يجب أن نفهم أنه أو نعرف أن هناك صعوبة في استقطاب العناصر المؤهلة، أولا كما وعددا يعني ونوعا يعني ينقصنا هذا الشيء. والشيء الثاني في الحقيقة كما سمعنا الآن من الأخبار التي روتها الأخت قبل قليل، أن هناك في تنامي في الوعي الاجتماعي في قبول هذه الفئة وتربيتهم، وأن الطلب عليهم أكثر من الحالات. هذه مؤشر الحقيقة مؤشر جيد جدا، بأنه أول شيء الحالات أنها تقل، ثانيا أنه الحياة مع الأسرة البديلة أفضل بكثير من الملاجئ والبيوت في هذه. أنا بعتقد أنه إحنا في جمعية إنسان نركز على هذه الشريحة الواقعة في المجتمع حقيقة. ذكرنا أن 41,000 هذول المحتاجين، فهناك ناس تتولاهم أسرهم خصوصا المقتدرين. إحنا مهمتنا أنه كيف نهتم بمخرجات هذه الفئة، كيف نهتم بأن يكون إنسان فاعل، أن يكون إنسان إيجابي، كيف أن يكون إنسان طموح، كيف إنسان يكون جاد في هذا الموضوع. فنحن برامجنا الحقيقة موجهة خصوصا السلوكية والتربوية نحو الأطفال والاهتمام والانتقاء الناس المتميزين. حتى نحن عندنا الآن في برنامج خادم الحرمين الشريفين للبعثات أرسلنا 200 مبتعث من الناس المتفوقين للدراسات العليا في هذا الموضوع. احنا عندنا الحقيقة اهتمينا من خريجين يعني برامج الأيتام لجمعية إنسان للدراسات العليا طيب خليني معلش دكتور حقطعك هنا، متى نقول انه بطلنا نقول كلمة اليتيم على الشخص هذا؟ طبعا بعد ان يبلغ سن الرشد، وعندما يصير والبنت عندما تتزوج أو يعني عندما تكبر الحقيقة بعد 25 سنة، أنا أعتقد أنه خلاص شق طريقها في الحياة لأنها تكون قد أهلت وخلاص. يعني ما تنظروا من سن 18-19 ولا لا؟ بالنسبة للرجال الأولاد في 18 وفي الواقع لا يوجد سن محدد اليتم حتى من ناحية شرعية، وقد يعني ورد هذا في حديث عن ابن عباس رضي الله عنه، سئل متى ينتفي اليتم من اليتيم وذكر كل صفات البلوغ، إن الرجل لتنبت لحيته وكذا، وذكر كل صفات الرجولة، قال يظل يتيما حتى يأخذ لنفسه مما يأخذ منه الرجال.
ففي وقتنا الحاضر أنا أقول حتى يتوظف حتى يتأهل حتى يتأهل، إذا تأهل للعمل وصار مؤهل وتوظف في يعني وظيفة جيدة انتفع عنه اليوتيوب. يعني خلينا نقول حتى يعتمد على نفسه. أي يعتمد بالضبط. لكن في نقطة مهمة فيما يتعلق بالكفالة ودفع الزكوات، لدينا في إنسان حقيقة نظام أن اليتيم يعطى من الكفالة والزكاة حتى سن 18، وبالنسبة للفتاة حتى سن الزواج إن لم تتزوج حتى تتزوج فهذا يعطى من الكفالة ومن الزكاة. بعد 18 سنة يبدأ معه في برامج تأهيلية كثيرة أخرى كما ذكر معالي الدكتور، منها الابتعاث، منها دخولهم في الجامعات، منها التوظيف. وقبل يعني أكثر من شهر أقمنا حفل لتزويج 100 من أبناء جمعية إنسان، ساهمت الجمعية بعد توظيفهم وتأهيلهم بإعطاهم مكافآت تصل 10,000 ريال لكل ابن، بالإضافة إلى بعض الأجهزة، إلى أيضا 3 ليالي في أحد الفنادق في منتجعات المملكة وما إلى ذلك. طيب أرجع لك دكتور، معليش أنا قاطعتك بس لأنه كان مهم السؤال، فكرة متى تنتفي صفة اليتم. كنت تتكلم عن مثلا ما يقدم الابتعاث وذكر الأستاذ صالح بعض الأمور، قضية التوظيف اللي فرضها. إحنا الآن يعني دفعنا إلى سوق العمل 4,000 يتيم كلهم توظفوا، والحقيقة كان هناك إقبال كبير على قبولهم. وظائف يقول لك مجديه، يعني مجدية. وظائف نعم، وظائف الحقيقه توفر لقمه عيش اليتيم واليتيمه، يعني الرجال والنساء. فانا اعتقد انه يعني انا كنت اتكلم عن تركيز الجمعيه ليس فقط على الاكل والغذاء والاشياء اللي يحصلها عليها الانسان بشكل طبيعي هي الدراسه. احنا نهتم كيف نوجدهم ايجابيين فاعلين يعني معتدلين في المجتمع، أصحاب عطاء وأصحاب إنتاج. طيب يعني أنا الإخوان زودوني بإحصائية يمكن صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية فيما يختص على الأقل بالأسر البديلة، أنها تحتضن قرابة 6,000 يتيم في السعودية، 5,995 2,936 يتيم، منهم 1,147 ذكور و 1,789 إناث. كانت هذه منطقة مكة المكرمة هي المتصدرة يمكن بين مناطق المملكة. يعني تكلمت عن 6,000 على مستوى المملكة فيما يختص بفاقدي الأبوين. أي. أو مجهولي. مجهولي. الأسرة البديلة. الأسرة البديلة. وذكرت أنت في الرياض وحدها قرابة 41,000 يتيم وأرملة. وأرملة. نعم. طبيعي. هذا طبيعي. طبيعي. أي بالتأكيد. يعني تتكلم أنت مثلاً. هذا ما يقود إلى أنه في بعض الأشياء اللي يقول لك اللي عشان جمعية إنسان أو جمعية تكافل أو وزارة حتى الشؤون الاجتماعية. أنه ترى في طريق مختصر وأقل جهد وأقل تكلفة وأفضل ثمار تجنيها في قضية التوجه إلى أحد المنابر، منبر المسجد ومنبر التعليم العام، في زرع الثقافات الحسنة والموجودة المشرعة في ديننا الإسلامي، سواء لليتيمة أو الأرملة أو غيره وسلوك الإنسان. صحيح. أنه ما هي موجودة عندنا إلا صورية في المناهج وما في عليها تركيز في. صحيح. هذا الجانب. لكن أنا بشترك، إحنا عندنا حراك جديد الحقيقة. أيه. هو قضية التطوع، خصوصاً بين الطلبة، خصوصاً بين الشباب، وجمعية إنسان الحقيقة لديها متطوعين. إحنا عندنا في المؤتمر هذا أكثر من 40 متطوع يساعدونا في قضية المؤتمر. أنا أعتقد أنه الحراك عندما يكون هناك في تفعيل لشرائح المجتمع لأن يفكر في هذا، في هؤلاء الأيتام، كل واحد يقول أنا ما هو دوري، فيه العقاري يفكر في أوقاف وكيف يوجد لنا أراضي، الإنسان المفكر كيف يعمل طرح فكري، والباحث كيف يقيم الدراسات التي كل في مجاله، كل في مجاله، حتى نتكامل في هذا المجتمع ونقدم صورة مشرقة مضيئة، نموذج متميز في العالم الإسلامي أو حتى في العالم نحو اليتيم وما تقدمه المملكة وما تمتلكه المملكة من قدرات وإمكانيات الحقيقة، سواء كانت بشرية أو مادية، وقبل ذلك الحقيقة الفكرية والحضارية والثقافة التي لدى المجتمع نحو يعني مسؤوليته نحو الأيتام وأمثال هذه الشرائح. أستاذ صالح، يعني ما ذكرنا في قضية التعليم وقضية المنابر المساجد، أئمة المساجد، الدور المفترض ليكون يعني الخروج عن التقليدية في طرح القضية بأنها زي ما تفضلت قضية حزن وحصول على الأجر والمثوبة كذا، بأنه أجعل منه عنصر فاعل مثمر منتج في هذا المجتمع. حقيقة تنشئة مهمة جدا لزرع يعني بذرة التطوع والعمل الخيري في نفوس الأبناء. يعني نرى حقيقة نماذج رائعة جدا بدأت يعني تمارس على أرض الواقع.
إذا سمحت لي أضرب مثال في جامعة الملك سعود وأنا أثني عليهم أنه وضعوا درجات معينة لطلاب المرحلة من مراحل الدراسة، درجات يحصل عليها الطالب إذا تطوع في جمعية خيرية. فبدأنا احنا في الجمعيات ننظم هذا العمل بشكل جيد، عندما يأتينا الطالب معه ورقة ويريد أن نوقع له على أنه أمضى عدد من الساعات، نطلب منها أن يجلس في مكان معين ويمارس العمل التطوعي. أحد الأمثلة الرائعة جدا، جانا طالب وكان في أيام العيد عيد الأضحى العام الماضي، وكنا حقيقة نعاني من ضغط في أيام العيد من كثرة المتبرعين والله الحمد والمنة. فجاني هذا الطالب وقال أرجو أنك توقع لي بقى 4 ساعات فقط، فشرحت له كيف يرد على الهاتف بطريقة معينة بكلام معين، رد على الهاتف يحول المكالمات. الطالب حقيقة قعد 4 ساعات واستأذني بعد 4 ساعات قال أبغى أمدد. أيضا بعد ما انتهى من 8 ساعات قال أبغى أجي ولا تكتب الأربع ساعات، أنا ما يهمني 4 ساعات أو 8 ساعات، أنا حقيقة راقني هذا العمل. فكثير من الطلاب لا يشعرون بهذه القيمة وهذه السعادة اللي يشعر فيها العمل الذي يعمل في المجال التطوعي إلا من مارسه. طيب. ولا شك أن الجامعات إذا بدأت يعني تضع درجات لكل طالب فهذا سيكون إن شاء الله هذا المسؤولية الاجتماعية، لكن أتكلم حتى في الغرس من الصغر في التعليم العام، قد يكون يمكن هو المفترض يكون أسبق في هذه النقطة ولا لا دكتور؟ جدا. أولا اليتم ترى يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كان يتيما، ويعني اليتم ليس عيب متعارها. اي نعم، فلذلك يعني يجب ان تغرس هذه المعاني عند الطلبه بانه لا يجوز ان يعني يكون هناك تفريق حتى من النواحي العاطفيه، يعني يشعر انه عشان كذا قاعد اقول لك دكتور انه التعليم يحتاج انه يقوم بهذا الدور ولا لا؟ واهم شيء هو المدرس. نستذكر مثلا كلنا مرينا بمراحل التعليم العام كطلاب وانتم سبقتمونا طبعا كاولياء امور، انه الطالب كان اذا ولي امره ما حضر في مجلس الاباء وهو حي وعلى قيد الحياه، كيف كان يحس بغصه وبالم بحرقه، فما بالك للفاقد ابدا اللي ما كان يسال عنه. استاذنك اخذ بعض الاتصالات بس، معنا علي من الدمام، تفضل يا علي واوجز خلال دقيقه ولو سمحت عن طريق الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تفضل. شكرا بالخير. حياك الله. هو بدي اسال سؤال بسيط محدود يعني. سام؟ اقول بدي اسال سؤال بسيط ومحدود يعني. تفضل. بالنسبة لليتام هذول اللي لا لهم أب ولا أم، مثلنا لنا ناس هم بارغ للزواج، هل يقبل الواحد اللي يجي من برا يتزوج ولا مو مقبول؟ أنا والله ماني فاهم شيء. فهمت السؤال واضح، الصوت ضعيف يعني بالنسبة لي، مش إنه ما هو فاهم. أقول لك مثلا عند اليتام هذول اللي يقول ليتام اللي بالنسبة لنا ناس هل لو جاء أحد يتقدم لهم من برا يخطب يقبل ولا ما يقبل؟ فهمت عليك. طيب الايتام. طيب شكرا لك يا علي. عبد الرحمن من جدة. عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياك الله، تفضل. جزاك الله بالخير أخي عثمان. الله يمسيك بالنور يا عبد الرحمن، تفضل. السلام عليكم، السعادة ضيوفك الكرام. حياك الله. الله يسعدك. أنا طبعا أحد أبناء الأيتام اللي عاشوا في دار التربية الاجتماعية من فترة الثورة لين الورثة، الحمد لله. طبعا الاعتماد كان على الله ثم على نفسي. الحمد لله. يعني حتى ولو الوزارة يعني ما كان يعني لها الفضل الكثير، يعني أنا ما أتحد الشيء، يعني ما أتحدهم ولا أقول إن فيهم شيء. أنا كنت أتمنى من الله ثم ممكن يعني لو استضفت يعني أحد من الأيتام يعني كذا طالب من المتميزين يكونوا موجودين، لأنهم عشان يبرزوا الأشياء اللي ناقصتهم في حياتهم، الاهتمام اللي ناقص. يعني إحنا قاعدين يعني هذا البرنامج يعني أنت ما قصرت فيه إنك عرضته، وأتمنى إنه يعني أتمنينا إنه يكون يعني ينعرض من زمان. لأن الأيتام ترى مهمشين بشكل يعني بشكل فوق ما تتصور. أنا عندي الحين أنت لو شفت أصلاً طلاب الأيتام في 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 مكة أو في من طلاب جدة أو من طلاب الرياض، والله الذي لا إله إلا هو أن أكثرهم الإجمالي يعني الأكثر منهم ترى مهمشين. في ناس ضاعوا ولجأوا الأشياء في طرق يعني 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 عيب إني أطرق يعني فيها. ليش؟ لأنه ما في حد يهتم فيهم، ما حد يسأل عنهم. لكن يعني أنا أرجي يعني من الله. يعني عبد الرحمن بس معليش أسألك سؤال يا عبد الرحمن، يعني تتكلم عن الأيتام اللي يعني ما يعني خليني أقول لك في دور الرعاية ذوي الظروف الخاصة. أكيد واللي تحضر واللي احتضرتهم من الوزارة يعني الحين أخوي عثمان لو سمحت لي تعطيني وقت يعني زيادة. الله يسعدك. يعني معك دقيقة ما أكثر من دقيقة، مو أكثر من دقيقة. الله يسعدك. أوكي، إنه في يعني في ناس برضو عاشوا حقين الظروف الخاصة بس من يوم ما كانوا عندهم أهل، لكن
عاشوا في دار الأيتام ولكن يعني أهلهم ما سألوا عنهم ولا يدرون عنهم حتى لو أنهم حيين، يعني حتى لم يخرج على المجتمع ما يدري بأهله أو أنه يعني ما يشتاق لهم أو يحس فيهم، فما يحصلون على الأشياء أو المتطلبات اللي طيب عبد الرحمن كيف تنظر الآن المجتمع، وعي المجتمع الآن، المجتمع الآن وعيه كيف أصبح؟ أنا ما أنكرك يعني ما أنكر جميل المجتمع، المجتمع يعني قسما بالله العظيم انهم يعني لدرجه انك تروح اي تائره او اي مكان يعني لك انت في مصلحه بعد الله سبحانه وتعالى تقول له مجرد انه من الايتام خلاص يصير يهتم في موضوعك. طيب. ويعني اوقات انك تروح مكان يعني ما يقبلوك الا لازم تروح تذل نفسك، تروح تجيب خطاب من الوزاره ولا خطاب من المؤسسه الخيريه. طيب. او تجيب عين الخير انك احد الابناء ويكون في هذا. شكرا لك. شكرا لك عبد الرحمن، معليش عشان الوقت وصلت الصورة وأشكر لك المداخلة والمشاركة. إيش تعليقك؟ تبغى تعلق شيء على الجانب هذا؟ إنه فيه الخير موجود ومزيج، لكن في سلوكيات قد تكون مختفية وقد تسيء بعض الأحيان في مثل هذه الفكرة وهذا التوجه تجاه هذه القضايا الإنسانية واللي المفترض إنه إحنا سلوكنا فيها أرقى كوننا مسلمين. نعم، بس أنا أنتهي أبدأ من ما انتهى إليه الأخ عبد الرحمن. إيه. إن هناك في تفاهم، إن هناك في تجاوب، إن هناك في يعني تعاون، إن هناك في ثقافة، وإن هناك في وعي، وإن هناك في تعاطف. يعني مع عندما يقول الإنسان إنه يتيم، إن معناته عندنا ثقافة، عندنا من ديننا من ثقافتنا إنه يعني يجب أن نقدم له المساعدة أكثر من غيره على الأقل. هو طبعا يذكر عن الأيتام ويذكر عن المهمشين، طبعا أنا أشاركه الهم الحقيقة، أنه هو يتكلم من واقع هو عاش هذه الفترة، لكنه هو ما قال لنا قضية التطور فيها. إحنا يعني لا يمكن أن نأتي بشيء متكامل. أنا أعتقد أنه نعم إحنا عندنا صعوبات وإحنا عندنا عقبات وعندنا مشاكل. السؤال هو كيف يعني نحط أولوية المشاكل وكيف نعالجها. طيب. وانا اعتقد ان هذه مسؤوليه كبيره على وزاره الشؤون الاجتماعيه. اسمح لي اجاوب على اما بالضبط. بالنسبه للاخ علي عاد اترك الزواج لل يملك هو يتحدث لولي الامر لولي الامر مديرهم هو يتحدث عن زواج اليتيمات من ذوي الظروف الخاصه. أيه. فهذه الاجابه لدى الوزاره، لكن انا اعرف الاجابه ان الوزاره ترحب بهذا الشيء، لان اليتيمه من اراد ان يتزوجها من الأسر الطبيعية فهذا أمر شرعي ومباح وما في أي ضرر، والوزارة تتيح هذا الزواج من خلال قنوات رسمية. فعلى الأخ الذي يريد التقدم للوزارة مباشرة، وزارة الشؤون الاجتماعية أو لأي من فروعها المنتشرة في مناطق المملكة. طيب، إحنا معانا في الاستديو ضيوف اليوم كرام، تكرموا هم علينا وتفضلوا وخلوهم أنهم يجوا يشاركون معانا، اللي هو الأطفال سلطان، أبنائنا سلطان وعبد العزيز. سلطان وعبد العزيز تفضلون معانا، سارة زميلتنا سارة معاها سلطان وعبد العزيز. مساء الخير سلطان وعبد العزيز، كيف حالكم؟ طيب هناك عند سارة، تخلوكم مع سارة. طيب يا سارة، معنا اليوم سلطان وعبد العزيز أبناء جمعية إنسان. كيفك سلطان؟ بخير والحمد لله. كيفك عبد العزيز؟ الحمد لله بخير. كيف جولتكم اليوم كانت بالتي في؟ كانت جميلة ومتعبة إن شاء الله. إيش سويتوا؟ إيش شفتوا؟ رحنا شفنا اللوحات عجبتنا شوي، ورحنا نزلنا الاستديو وعجبنا الاستديو كامل. أنت إيش عجبك؟ والله زي نفس الشيء. طيب شفتوا شغل المخرج كيف؟ إيه شفنا. تحب تكون مذيع ولا مخرج؟ أنا والله أبي دكتور. تبي دكتور وأنت؟ مذيع. طيب أنا سمعت إنه في عندكم مواهب، إيش مواهبكم؟ طيب يلا سوينا شيء. إيش وده؟ سلطان تشاركة؟ لا
يعطيك العافية عبد العزيز، يعطيك العافية يا شباب. طبعا إدارة القناة يا سارة، طيب في إدارة القناة يعني قدمت هدية شكر وعرفان لسلطان وعبد العزيز عشانهم جونا، هم اللي تكرموا علينا وجونا، فهذه هدية من القناة لأنكم جيتم وشاركتم وتفضلتم معنا، أخذوا جولة في التلفزيون واطلعوا على أفكار التلفزيون، وإن شاء الله إحنا نوعدهم إنه نرتب مع الإخوان في قناة أجيال على الأقل يكون معهم جولة في البرامج الخاصة بالأطفال، إنهم يساهموا معهم في يكونوا مع زملائهم وأقرانهم، إنه يقدموا أفكارهم وثقافتهم فيها. يعطيك الصحة والعافية سلطان، شكرا لك، شكرا لك يا عبد العزيز على نشوده، يعطيك العافية. احنا وصلنا ختام الحلقة، كل الشكر. طبعا احنا يعني استأذنكم ان نقوم كلنا هناك معاهم ناخذ صورة تذكارية احنا والسلطان وعبد العزيز. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان على طيب المتابعة. الشكر طبعا للدكتور عبد الرحمن السويلم عضو مجلس الشورى وعضو الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام إنسان في الرياض، والمشرف العام على المؤتمر السعودي الثاني لرعاية الأيتام اللي سيقام بمشيئة الله الأسبوع المقبل. نشوفكم على خير إن شاء الله، في أمان الله.